أهلا وسهلا بالجميع، كنتمنى حلقة اليوم تلقاكم بخير وعلى خير، وكنشكركم بزاف بزاف على الدعم الكبير لحلقة يوم أمس. الحلقة ديال البارح وصلت لأكثر من 9000 لايك، وكيف ما قلت لكم البارح يلا وصلت ل 43000 مشاهدة عند تسجيل هذه الحلقة، مما يؤكد الكلام ديالي القناة تحارب من جيوش إلكترونية كبيرة جزائرية وأجنبية وأيضا من داخل المغرب مع الأسف. هابطين علينا حنا القنوات اللي عندها مصداقيه واللي ما كنكذبوش في العناوين، ومخلي القنوات اللي كتكذب في العناوين لانهم بغاو يرجعوا المغاربه بحال بوصبع في الجزائر. كنت قلتها سابقا، واخا طيرونا من اليوتيوب ومن الفيسبوك ومن تيك توك ومن اي بلاصه، غتلقاوني كنكتبها في الحيوطه وساستمر في محاربه اعداء المغرب سواء في الداخل او في الخارج. شكرا لكم خوتي العزاز، راني ما كنلومكمش، جربنا حاليا اللايك راه ما خدمش. دابا كنوصيكم بالواتش تايم، يعني مدة المشاهدة ديال الحلقات، شحال ما كانت طويلة وكملتوا الفيديو الى الاخر شحال ما غادي تدعموا الحلقة. حلقة اليوم فيها فضائح بجماجم. الفضيحة الاولى غنرجعوا لها بتفاصيل اكثر ديال هذاك الميني ساتيليت او الساتيليت الصغير اللي قال لك الجزائر تشاركت فيه مع سبيس اكس ديال ايلون ماسك، وبغاو قال لك يطلعوا منه 60 قمر صناعي مكعب للفضاء. والفضيحة الثانية فضيحة المحكمة الجنائية والجزائر. قبل ما نبدأ بغيت نشكر الأخ صاحب حساب فلو اللي ما عرفتوش واش هو مغربي ولا مغربية، اللي خلى ليا تعليق في حلقة يوم أمس وعطاني بزاف المعلومات غادي نستغلهم اليوم. تبارك الله عليه، من التعليق ديالو بين أنه متمكن من المجال الفضائي. بطبيعة الحال تأكدت من كل الكلام ديالو قبل ما ندير الحلقة. قبل ما نبدأ عملية الفضح خليونا نشوفوا المقطع ديال الساتيليت اللي كنتكلموا عليه، ونشوفوا ايضا رئيس القوة الهاربة كيفاش عاود تكلم على هذا المشروع هذا الفضائي في الكلام ديالو وفي القاعة من بعد. تكوين اطارات جزائرية لتصنع الساتليت ونستطيع منها تسويقه في افريقيا في اعظمها. دونك عندنا ديجا اون لونسينا ساتيان برومي ساتليت مع سبيس اكس اللي هنا لو لونسمون، وهو بالحجم الحقيقي هو هذه هي النموذج تاعو، مكون من جميع لي سيستيم اللي يكونوا ان ساتيليت هذيك كاين كفاءات ان شاء الله باش صافي بليزير. يعني تتلج الصدور سي سي انا شوف سي بلوس كيفيات. شوف فوت كريديبيليتي على ليترانجي كومونس ايسي، ملي يشوفوا بلي بلادك راه تتعامل معاك يقولوا يتعاملوا معاك، إلا بلادك ما تتعاملش معاك يعني تدخل لهم شكوك. احنا محتاجين انا بزوان دو لونسيين 60 ساتيليت. شفتوا البارح خدام قال لك نطلقوا 60 ساتيليت، ومن قبل قالها ايضا للصينيين قال لك باغيين نمشيو للفضاء معاكم. بان ليا ما كيعجبوش الحال كنطلعوا الفضاء هنا في القناة ديالنا وما راضيش بها. المهم كاين حل واحد اخر يا ابو كوديبا الجزائري. شوف سير للمقر ديال وزاره الصيدلانيه الجزائريه في الجزائر العاصمه وطلب ليهم شي تخليطه ديال القرقوبي، بوله زرقاء بوله صفراء بوله حمراء، ودير شي تخليطه هي هذيك وبلعها. غتلقى راسك داخل الفضاء، غتلقى راسك كدير التزحلق على الجليد في المريخ بلا صاروخ بلا والو، غتطلع نيشان. وهنا كتبان العبثيه ديال هذا النظام، دايرين ملتقى اقتصادي والرئيس كيدير زياره وهو ما عارف شنو غيلقى وعلاش غيتكلم، وهذه قمه العبث لانك ممكن تلاقى مع النصابه وينصبوا عليك الا ما كنتيش عارف ومتمكن في هذا المجال هذا. وكيف ما فضحنا الكاذب ديال هذاك خينا البارح اللي قال لهم راه كيتعامل مع ايلون ماسك ومع سبيس اكس، وراه بينا بان ما كاش منا، وحتى انت يا رئيس الجزائر عاونتي في النصب ديالو وعطيتيه مباركه ومصداقيه وقلتي ليه هادشي فخر للجزائر، واليوم غنتعرفوا على القصه الكامله. هذاك المجسم ديال الساتيليت اللي وراهم تما سميتو كيوب سات او ساتيليت المكعب او القمر الصناعي المكعب. هذا القمر الصناعي المكعب تيكون الحجم ديالو صغير 10 سنتيمتر في 10 سنتيمتر في 10 سنتيمتر، ويمكن تخدم بمكعب واحد او تضيف ليه مكعبات اخرى حتى لست المكعبات وتلصقهم بعضياتهم. هاد المكعبات الفضائية تم تطويرها أول مرة في واحد مشروع جامعي في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1999، يعني جرار وفي 2023 تفتخروا بشي حاجة أصلا ماشي ديالهم وأصلا طورها الأمريكيون في سنة 1999.
والفكره ديال هذوك الطلاب في امريكا كانت انهم يديروا مجسمات صغيره شبيهه بالمركبات الفضائيه باش يقراو عليها، حتى تطورت الفكره لانجاز قمر صناعي صغير مكعب يقدر يتركبوا ليه 6 الوحدات. هو معروف بالخفه ديال الوزن ديالو، مثلا مكعب واحد في كيلو و600 غرام، يعني الا درتي 6 الوحدات غتكون عندك شي 7 كيلو 8 كيلو. حاليا كاين اكثر من 10000 قمر من هذا النوع في المدار، ولكن ماشي في المدار الفضائي العالي بل في المدار الاول. المضحك في الامر ان اي واحد فينا في العالم يمكن يشري هذا المكعب والثمن ديالو تبدا ب 6000 اورو. الجزائر دائما كتمشي تشري هذه المشاريع المفتوحه او الاوبن سورس، وكيروجوا لها كاذبا على انهم هما اللي اخترعوها تماما كيف ما داروا السياره المضحكه الكهربائيه. يعني هذاك البارح كان تيكذب عليهم وكان تينصب عليهم وقال لهم مشروع جزائري، والرئيس زكى الكلام ديالو واكد الكلام ديالو وقال ليه بغينا نطلقوا 60 منهم. هادشي راه كيديروا بغير تجارب وكيقراو عليه وكاع ما تيسميوه مشروع، وكاع الجامعات في العالم كيستعملوا هاد القضيه هادي وتيقراو عليها وتيديروا بها التجارب بما فيها الجامعات المغربيه. وحيت انا عارفكم الا جبت لكم المغرب غادي تقولوا لي لا ما كاش منها وهادو كذوب. داكشي علاش غنوريكم هاد الصور عند الشقيقه الصغرى ديالكم تونس اللي طلقات هاد الساتيليت هذا شحال هادي، وغتضحكوا منين غتشوفوا كيفاش يطلقوا في الفضاء، ولكن غير الطبقة المنخفضة الأولى في الفضاء ماشي الفضاء ديال بصح. ها هي المنظمة العربية أليكسو في تونس طلقات نفس القمر الصناعي المكعب صغير باستعمال بالون ديال الهيليوم يجدك أو نفاخة ديال الهيليوم يجدك، يعني هذاك القمر الصناعي المكعب تطلع غير بالنفاخة. هذا المشروع الجامعي كان فيه 20 جنسية منهم الجنسية المغربية والجزائرية، وأشرف عليهم خبراء من الصين عاونوهم في تجهيز هذا القمر الصناعي المكعب الصغير بكاميرات ومجسمات استشعار، وطلع لارتفاع 300 متر وبدا كيرسل لهم الصور والمعلومات. فكيفاش يا ابو كذب الجزائري تفتخر بشي حاجه اصلا كاينه من قبل وماشي اختراع جزائري، بل هي فقط مشروع ديال الجامعات تيقراو عليه الناس في الجامعات فقط. وبان لي ان الجزائر من غتطلق هذاك 60 قمر صناعي صغير بالنفاخات غادي يطلعوا على بواد 300 متر، وغتكون المهمة ديالهم هي مراقبة طول الطوابير الكثيرة اللي عندهم، وأيضا مراقبة أي شخص يحمل العالم الفلسطيني وخارج للشارع باش يعتقلوا ويسجنوا. بالمناسبة راه العالم كامل بأسره يخرج للتظاهر من أجل نصرة الفلسطينيين. يا جزائري يا جبان خرج الشارع تبان. صراحة هاد الناس اللي هك عالة على شمال إفريقيا خاص شي دولة تدخل تستعمرهم ودير عليهم الوصاية، والا غادي يفضحونا ويشوهون. اولا كذبوا قالوا على ان هذه الشركه الجزائريه خدامه مع سبيس اكس وما كاش منها. دابا بالله عليكم شركه ايلون ماسك غتقبل على راسها تخدم معكم على مشروع ديال الطلبه ديال الجامعات؟ دابا ايلون ماسك سبيس اكس غتعاونكم تطلعوا قمر صغير بنفاخه ديال الهيليوم؟ هذه لو وصلناها لايلون ماسك والله حتى يدير عليكم اسبوع ديال الطنيز ويقدر يموت فيها بالضحك مسكين. الكذبة الثانية قال لك اختراع جزائري وبغى يطلقوه قال لك منه 60 ساتيليت يجدك. وهنا راه قمة العبث. اولا المستشارين ديال الرئيس اللي كاينين معاه ما نبهوش ان داكشي غير نصب واحتيال وكذب، وحتى بعد الزيارة ديالو مشى عطى كلمة مطولة داخل القاعة وعاود هضر على هذا الساتيليت المكعب وافتخر به على انه جزائري. يعني حتى مستشار من المستشارين ومن الشعب الجزائري كامل من بول حقيقة أن هاد الأقمار الصناعية المكعبة راه ديال التلاميذ وكتطلع غير بالنفاخة، وأي واحد في العالم ممكن يشريها بحال إلا غيشري الدرون. شوفوا دابا المفارقة المضحكة، أنا عندي قناة ديال اليوتيوب ونبهني متابع من القناة ديال اليوتيوب للإسم ديال هاد الساتيليت هذا، وأبو كذيبة عنده دولة على قدها وما نبهو حتى واحد. ياه على دولة. نمشي دابا نقرا عليكم بعض الاخبار. نبداو من الجزيره اللي كتقول ان المحكمه الدوليه الجنائيه اعلنت انها تلقت طلب للتحقيق في جرائم اسرائيل في غزه من طرف 5 دول. واش في نظركم كاينه الجزائر ضمن هاد الخمس دول؟ نشوفوا. كاينه جنوب افريقيا، بنغلاديش يجدك، بوليفيا، جزر القمر، وجيبوتي. وهذا الخبر نشر في كل مواقع ديال العالم، وكان بتصريح من كريم خان المدعي العام للمحكمة. وبنغلاديش اللي تيعايرونا بها صدقات راجل على الجزائر، صدعتوا لينا راسنا بخطاب كذبون، خطاب قوي، وقال في أن الجزائر غتلتجئ للمحكمة الجنائية الدولية، وفي الآخر لقيناكم مخبين مورا بنغلاديش وجيبوتي،
والاسم ديال الجزائر كاع ما كاين كاع. واش عرفتوا شحال روجوا التصريحات ديال كذبون على هذه القضيه ديال المحكمه الجنائيه وشحال افتخروا بها وشحال نفخوا فيها وفي الاخر تفضحوا ما لقيناش الاسم ديالهم. بعض الاخوان والاخوات يقولوا على ان الجزائر ماشي عضو في المحكمه الدوليه الجنائيه وميمكنش ليها ترفع دعوه، داكشي علاش ما كاينش الاسم ديالها. الجزء من المعلومه الاولى صحيح، فعلا الجزائر كدوله ليست عضو في المحكمه الجنائيه الدولي، هي وقعت على نظام روما في 17 يوليو 1998، ولكن ما صادقاتش عليه وبذلك تعتبر غير عضو في المحكمه. وراكم عارفين السبب، ما بغاش تدخل ليها اعتراضا على توجه هذه المحكمه هذه اللي خافت يركزوا ليها على جرائم العشريه السوداء فاش قتلت الجزائر 250,000 جزائري. ولكن الجزء الثاني من المعلومه غير صحيح، حتى لو لم تكن عضو في المحكمه الجنائيه الدوليه يمكن للجزائر ان ترفع دعوى ضد اسرائيل. واخا الدوله ما تكونش عضو في المحكمه الجنائيه عندها الحق ترفع اي دعوى. وهنا خاصنا نركزوا على ان رئيس الجزائر غير بلا 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 وغير بوكو كلام، خرج بتصريحات يدعي فيها انه يريد كدوله جزائريه رفع دعوى، ولكن في الاخير خاف من امريكا وخاف من اسرائيل ولقينا 5 دول فقط والجزائر لم تقم باي شيء. يعني هاد 5 دول تيقوموا بالفعل وبلا بلا بلا والجزائر غير بوكو كلام. الجزائر خرجت تصريحات شعبويه باش يفرحوا بوصبع على انهم زعما يدافعون على قطاع غزه، من بعد حركوا محاميين فقط ومحاميين اجنبيين وقال لك راه تيديروا الخطوات، هو في حقيقه الامر ما داروا والو من غير ربح بعض الوقت. كون كانت الجزائر عند السياده ولا تخاف احد كما قال ابو كوديبه الجزائري البارح، كون درت الدعوه بالاسم ديالها بحال بنغلاديش اللي كيستهزئوا منها وطلعت راجل عليهم. يعني مره اخرى الجزائر لا تقوم الا بالمتاجره بالقضيه الفلسطينيه باش يرفعوا شويه الحرج الكبير عليهم واللي غزه فضحاتهم. لقيناهم تيبيعوا الغاز لاسرائيل، كيشريوا المنتجات ديالها، تمنعوا التظاهر في الشوارع الجزائرية ضد إسرائيل، وحتى التهديد بالمحكمة الجنائية مجرد هرطقات ومجرد كذب وإشاعة، وفي الأخر شفنا بعينينا أنه ما كاين والو. وباش نختموا حلقة اليوم، شوفوا التظاهرة من مدينة ليون الفرنسية تيقولوا فيها الفرنسيين اللي خرجوا الشارع 1-2-3 غوتون أطون ألجيري، أو بالعربية 1-2-3 رجع الجزائر ديالك. وهذه جات ردا على الجزائريين اللي كيديروا الفوضى في فرنسا وعندهم الحق. كيف يعقل لجزائري جبان ان يتظاهر في فرنسا او في بلد اجنبي وهو ممنوع عليه التظاهر في الجزائر العاصمه؟ نكتفي بهذا القصف، كان معكم حاتم المرابط، السلام عليكم.